الضغط هنا على طول، ونادي النصر راجع بكل لعيبته، تلعب على طول الكره تاني لياندرو، لياندرو يمشي كره تاني على طول المره دي عن طريق دانيال بيسا، بيسا ولياندرو هوبا، والهدف الاول يا ولد لعيب، جول جول مهدي قايدي يتقدم لاتحاد كلبه. مهدي قايدي فرقه خطيره، بقول لك لعيبه كره حريفه، لو النصر ما خدش باله من الاربعه اللي في الامام هيتعبوا نادي النصر جدا. اذا يسجل اتحاد كلبه اول هدف اللقاء عن طريق مهدي قايدي، هدف في لفه وجه قدم جميله، لعيبه كبيره قوي، لعيبه حريفه بصراحه، الاربعه اللي فوق اربعه ممتازين النهارده، حبيب فردان وكايو جيرمانو، شوف الكوره، شوف اتحاد كلبه بيعمل ايه، ثلاثه بقوا اربعه، تحولات تحولات، هرب مهدي قايدي، يا ولد لعيب يا ولد لعيب، شوف لفه وجه القدم، لفه لعيب كوره، لفه لعيب كوره، لعيب كوره كبير، لعيب كوره مهدي قايدي، اللاعب الدولي الايراني الجميل يتقدم بهدف ممتاز ممتاز ممتاز، يحط الكوره بروعه روعه روعه، يحاول بتاع اتحاد كلبه، شوف واقف الكوره على وجه القدم بره ازاي، لعيب كبير قوي مهدي قايدي، يا سلام، الله 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 الله، ايه ده اتحاد كلبه ده، الله 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 الله، اتحاد كلبه الثاني، اتحاد كلبه يسجل الهدف الثاني في 12 دقيقه، صدق او لا تصدق، صدق او لا تصدق، يسجل اتحاد كلبه هدفه الثاني في 12 دقيقة لعب، متعة متعة متعة، الأربعة الأربعة بتوع الكورة اللي قدام، وادي فون برجر، لاعب أندريس فون برجر، لاعب اللي يسجل هدف تاني لصالح اتحاد كلبة، يعطي أفضلية بالنسبة لهذا الفريق بهدفين، مش ممكن مش ممكن، شرودر مش مصدق نفسه، شرودر مش مصدق نفسه، لكن شوف التحولات والحرفانة يا ولد لعيب، شوف واقف الكورة ازاي، لعيب كبير مهدي قايدي حريف جدا، من حبات الكريزي اللي موجوده في الدوري الاماراتي، وهنا بدون اوفسايد بدون تسلل اتلعبت عرضيه، شوف مين اللي دخل لجوه هنا، لاعب دانيال بيسا، خلي بالك من بيسا وكايدي وفون برجر واللاعب لياندرو، رباعي هجومي خطير، رباعي هجومي خطير، اتفرج باذن الله تعالى نبارك له على لقب الكاس، كره تاني خطيره خطيره جدا، فرصه هدف، سجل 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 يا لعيب، يسجل النصر هدف جميل عن طريق ابياديني، جابياديني يقرب الفارق 2-1 عشان ندخل الشوط الثاني ناري، الشوط الثاني هيبقى نار يا حبيبي نار، يسجل نادي النصر الهدف الاولاني عن طريق جابياديني، ضرب الخط الدفاعي، ضرب الخط الخلفي، وجابياديني يسجل، جابياديني يسجل يسجل يسجل، وادي الفرحه هنا موجوده على يعني محيا نادي النصر، وادي مانولو جابياديني يسجل تاسع اهدافه في هذه المسابقه، جابياديني يقرب الفارق يقرب الفارق، هرب هرب بخبره كبيره، هرب بخبره كبيره، عارف يجري عرضي ممتاز، جابياديني جابياديني، شوف خد المدافع خلاص، اول حاجه يامن المدافع بره ظهره، وثانيا يسجل هدف، يكتم الكوره، كتمت لعيب كوره، كتمت لعيب كوره كبير، يحط وجه قدم جميل، وجه قدم جميل، ويسجل هدف الاول لنادي النصر، هدف لعيب كوره وهدف هداف، شوف كتمت الكوره، كتمت الكوره، كوره عليت عليت، اجلها اجلها، وفي توقيت معين راح لطشها وعدت ما بين اقدام حارس المرمى حمد المنصور، 16 دقيقة الأولى من الشوط الثاني من هذا المساء، تمشي كرة ثانية عبد العزيز، يا ولد حلوة جميلة علامي، الله، جابياديني الهدف الثاني، جابياديني، إنما علي عبد العزيز لعيب بتاع الخطوة السابقة، بتاع الخطوة السابقة يا ولد يا ولد، علي عبد العزيز يلعب الكرة لجابياديني، ويعود النصر بكفاءة وباقتدار، لم يعود النصر هباء ولا لك كده، لكن عاد بهدف ثاني عن طريق جابياديني، يصل النمبر 10 على مستوى اهدافه 10 اهداف، ويسجل جابياديني الهدف الثاني لصالح نادي النصر، شوف الكوره، شوف علي عبد العزيز ده عمل ايه، بص رقم 82 يا ولد يا لعيب، جميله السرعه 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 والحركه والنكشه، شوف ثلاثه ضربهم بكوره علي عبد العزيز يا لعيب، يا هدوءك يا هدوءك يا علي، حلوه حلوه، حاطط الكوره هديه على طبق من ذهب لجابياديني، تحرك جابياديني وفرض اللعب وفرض الباص عليه علي عبد العزيز، شوط تاني النصر ثم النصر ثم النصر.